أهلا بكم. فتحت مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تالودانت الأربعاء 26 أغشت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات مصرع شخص وفتاة بعد جلسة مشبوهة نجم عنها تبادل للضرب والجرح بين 4 أشخاص، رجلين وامرأتين ضمنهم الضحيتان. وكانت مصالح الشرطة قد توصلت بإشعار حول نشوب مشادات وتبادل الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض بين شابين وفتاتين بإحدى المنازل بتارودانف، تسبب في ارتماء أحدهم من أعلى سطح بالمنزل فلقي مصرعه بالمكان، بينما تم نقل الفتاتين إلى المستشفى حيث وافت المنية إحداهما نتيجة خطورة الطعنات. وجرى وضع جثتي الشاب والفتاة بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي، بينما تم الاحتفاظ بالفتاة الثانية المصابة رهن الحراسة الطبية، أما المشتبه فيه الرابع الموقوف فقد تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.